اليوم مقابلة صعيبة في منزل حوري، نعرفها سالت الميدا سخونة، دونك كنا مركزين رغم شوية ظروف بالمقابلة منها كانت مش ولا بد، لكن هنا لو يسيبش ندخلوا فيسا في الماتش في المير ميتون، الولاد ما قصروش كانوا كونسنتري، هنا لو يسيكوا مام الدوزيام ميتون لعبنا بالشبان بتاعنا، طالعين فما ستة جولات لعبوا هما الدوزيام ميتون واخذوا أقل مقابلة، ورغم فما رجعت شوية مازل حرة أمامه، لكن عطيت فيهم الثقة وخليتهم يلعبوا للآخر، وناروسي باش نخرجوا بسكور محترم. بدأت كما نقولوا تاخذ العجينة وبدأت تظهر اللعبة متاعنا شوية أتاك وديفونس، مازلنا عندنا برشا تحسينات، إن شاء الله هنا الظروف ماشية وتتحسن، إن شاء الله الجوريات ماشيين ياخذوا الفورمة متاعهم. شفنا اليوم تخل زاد بشت حمزة ومحمد علي بحار قدموا مقابلة ممتازة، سلامة زاد عايد تخلى مخر في البريباراسيون فيزيك في اللي هو عرس من أول وشاء للهناء، الحق زاد الحق في فورمة ولعبنا عليه بالبداء، شفنا ياسين بدوفاحة زاد بدا يكتب في اسمه معناه بالبداء في البوست نتاعه وتخلى في فورمة بالبداء، ومن بعد لي جون نتاعنا لي جون كيما عياري وبكار ياسين وعزيز، دونك هذوما كل قاعدين ندخلوا فيهم بشوية بشوية باش يتحملوا شوية ثقل مريول النادي الافريقي اللي هو معناها مريول لوحده وانا يرزن ساعات كتير في الجوارات خاصة الشبان، وان شاء الله من هنا لديسمبر نقولوا احنا تكون عندنا كيب بريفورمونت كونتر اكسبيرمونتي باش ما نقولوش كبار وصغار، وعندنا بروجي نحضروه من هنا ان شاء الله نحاولوا نلعبوا على التدريبات نحاولوا ندخلوا شبان بشوية بشوية، والفريق ما تنجم قادرة تلعب كان التدريبات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموسم الجديد هذايا معناها تلمت ظروف الكل باش نقدموا موسم طيب ان شاء الله ونحضروا المعنوية مع النادي الافريقي. رجعت برشا جوارات، جات ركلت مانجر معناها الستاف وفرونا كل شيء مع ستاف تكنيك كومبيتون مع انور مع ياسر مع سمونسف، قاعدين نخدموا في خدمة باهية بروغريسيفمون، قاعدين نطلعوا في ماتشات الناس الكل قاعدة تاخذ في طون جو، قاعدين نحضروا ان شاء الله تقعد الظروف هكا ملائمه ونزيد ونحسن اكثر شويه باش الناس كل تدخل في المنظومه، اللي جاوا جدد يدخلوا في المنظومه بتاع النادي الافريقي ويعرفوا جاونا ويعرفوا كيف تصير الامور في النادي الافريقي، وبقدره ربي ان شاء الله نعديو موسم باهي ونحضروا الموسم الجاي ان شاء الله بالتدريبات بقدره ربي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم صحيح اول ماتش بالنسبه لي مع النادي الافريقي، يقول لي دخلت طول بسبب الموضوع، الانتجراسيون بتاعي كانت كوميك فوق، الاولاد ما قصروش ان شاء الله، سنة عملنا بريباراسيون بي لي كونديسيون كل موجودين، الناس كل متكاتفه سنة باش النادي الافريقي ترجع للتيتروات ترجع للافراح، ان شاء الله قلت لك خدمه كبيره قاعدين نخدموا فيها، الافكتيف سنة أنا هريش، برشا جوارات جدد، جوارات قدم، قاعدين نحاولوا باش نخلقوا اونتونت ما بين الجروب، إن شاء الله مازالت مش 100%، إن شاء الله بروغريسيفمون ديسي لآخر العام إن شاء الله نلقاو رواحنا حاضرين 100%، إن شاء الله بقدرة ربي نوعد الجماهير تاع النادي الإفريقي بالتيتروات وبالأفراح إن شاء الله.